حرب غزة، إسرائيل قد تسطيل الستار قريبا، ونتنياهو يؤكد قرب القضاء على قدرات حماس العسكرية، وخوضة اليوم التالي للحرب جاهزة على مائدة النقاش. الحديث عن اليوم التالي في غزة يستدعي طرح الكثير من التساؤلات، فبعد 9 أشهر من الحرب على غزة، إسرائيل لا تزال بعيدة كل البعد عن تصفية حماس، رغم إصرار نتنياهو على قرب القضاء عسكريا على الحركة، بل على العكس تتحدث تقارير عن أن حماس لملمت صفوفها وباتت أكثر قوة. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمنيين أن خطط اليوم التالي للحرب في غزة جاهزة وتنتظر الموافقة عليها، فيما اعتبرت القناة 13 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام، بينما سيستمر النشاط العسكري في غزة من خلال غارات وضربات جوية. وذكرت القناة الإسرائيلية أن الجيش سينتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب بالتزامن مع بدء مفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان. وضمن هذا الحديث كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة غزة مدنيا بعد الحرب، وتستند الخطة إلى إنشاء مجموعات من الفلسطينيين المحليين الذين يتم التحقق منهم، وتقول بأنهم سيتولون توزيع المساعدات وتوسيع مسؤولياتهم تدريجيا لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستضمن القوات الإسرائيلية الأمن في البداية. وقالت الصحيفة البريطانية أن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطة. ولكن في ظل الحديث الإسرائيلي عن اليوم التالي للحرب ومستقبل غزة، أين تقف حماس؟ مصدر فلسطيني أفاد لسكاي نيوز عربية بأن الحركة يبدو بأنها لينت موقفها بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية بحكم غزة. والمصدر أكد أنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أجرى محادثات في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بشأن ملف المصالحة الفلسطينية وضرورة وجود أفق سياسي للحل. وشملت أيضا المحادثات في الدوحة تنسيق المواقف مع حركة حماس في إدارة قطاع غزة بعد الحرب. ولكن عن أي يوم تالي يتحدثون؟ صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن حماس بغزة تعيد تجميع صفوفها وتسليح عناصرها، لا بل تستقطب المزيد، مما يزيد من خطر نشوب حرب طويلة، إضافة إلى أطلاق الصواريخ المستمر على إسرائيل. والقتال داخل أحياء مدينة غزة يشير إلى الخطر العسكري المستمر لحماس، والتطورات الميدانية خير دليل على ذلك، وعلى استمرار حماس عسكريا على الأرض. فالجيش الإسرائيلي رصد خلال الساعات الماضية فقط إطلاق 20 قذيفة من منطقة خان يونس باتجاه مناطق محيط غزة، حيث تم اعتراض عدد منها وسقط البعض الآخر دون إبلاغ عن وقوع إصابات. كما لا يزال يتكبد الخسائر في غزة مع إعلانه مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في رفح جنوبي القطاع. والجيش الإسرائيلي وبنفسه على لسان المتحدث باسمه دانيال هاجاري أقر سابقا بأن الحديث عن تدمير حماس هو بمثابة در الرماد في عيون الجمهور، واعتبر أن حماس هي فكرة. حماس فكرة، من يظن أننا قادرون القضاء على حماس فهو مخطئ. أنا لا أشير إلى البدائل، السياسيون عليهم أن يقرروا وسوف ينفذ الجيش، لكن هذا العمل المتمثل في تدمير حماس وجعلها تختفي ببساطة هو ذر الرماد في عيون الجمهور. ولكن على الرغم من كل الحديث الإسرائيلي من عدم واقعية هدف القضاء على حماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال يصر على تحقيق هذا الهدف، ويقول في تصريحات جديدة إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس وستواصل تدمير فلول الحركة المسلحة. نقترب من نهاية مرحلة القضاء على حركة حماس، وسيكون هناك استمرار لضرب فلولها. حققنا الكثير من الإنجازات في القتال فوق وتحت الأرض، وتأثرت جدا بالروح القتالية للقادة. بهذه الروح سنحقق كل أهدافنا، وهي إعادة المحتجزين والقضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، وإعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين. نعمل على جبهة واسعة جدا، وأنا مقتنع أنه من خلال توحيد قواتنا يمكننا هزيمة أعدائنا.
وعلى المستوى السياسي الخلاف بين نتنياهو ووزراء حكومته من اليمين المتطرف يتسع، وخاصة هؤلاء المتمسكين باستمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها، في مقابل معارضة تدعو إلى إنهاء الحرب عبر التوصل إلى صفقة أو اتفاق يقضي في النهاية بالإفراج عن الأسرى المحتجزين، وذلك في وقت تغيرت فيه النبرة العسكرية ذاتها. ينضم إلينا من الناصرة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل زعبي. سيد نائل، أهلا بك معنا في التاسعة. أهلا بك. عن أي يوم تالي تتحدث إسرائيل فعليا؟ يعني تتحدثون عن خطط يتم التباحث عليها ويمكن إقرارها قريبا، بينما حماس لا تزال مستمرة موجودة بقدرات عسكرية، تقول الصحف أيضا والتقارير بأنها لابل تتزايد وليست فقط مستمرة. مساء الخير. منذ اليوم الأول للحرب يعني قلنا وقلت بأن الحرب ستكون طويلة، ونعرف بأن يعني الأثمان المدفوعة ستكون باهظة من ناحية مادية ومن ناحية الأنفس. نعرف بأن حماس قامت بتحضير نفسها لهذا اليوم طيلة 20 عام، واستغلت كل الموارد التي كانت يجب أن تصل إلى كل غزة إلى بناء أنفاق وإلى بناء جيش حماس. نعرف أن إيران تقف وراء حركة حماس، ونعرف أن من بدأ الحرب هي حركة حماس، ومن لا يريد إنهاء الحرب حركة حماس، لأنه مع مجرد إنهاء الحرب تنتهي حركة حماس. الآن في إسرائيل نتحدث عن يوم ما بعد حماس. يوم بعد حماس لا يمكن أن تكون حماس، وفي البداية يجب أن يكون هناك جيش الدفاع الإسرائيلي حتى يطمئن كل مواطن في إسرائيل، ونحن نتحدث عن كل شيء. ولكن سيد نائل، يعني هذه يعني هذا غير منطقي، يعني ما يحكى عنه أنه اليوم لا، سأعطيك الوقت ولكن لنتحدث بمنطقية. حماس لا تزال موجودة، يعني حتى يعني نتنياهو يتحدث عن الاستمرار بالهدف إلى النهاية للقضاء على حماس، ولكن كيف بعد 9 أشهر لا تزال الحركة موجودة في الأنفاق؟ بالأمس بثوا شريط فيديو مع صواريخ يتجهزون لإطلاقها باتجاه إسرائيل. بالأمس أيضا يعني أطلقوا 20 صاروخ بعد 9 أشهر، وأنتم تعودون إلى المناطق التي تقولون بأن إسرائيل قامت بتطهيرها. يعني في شيء غير منطقي. ما قلت أعيد مرة أخرى بأنه قلنا بأن الحرب، وجيش الدفاع الإسرائيلي يعرف ومن اليوم الأول قال بأن الحرب ستكون طويلة، ونعرف بأن حركة حماس تختبئ في الأنفاق وفي المساجد وبين السكان العزل وبين السكان الذين لا حول ولا قوة لهم، ونعرف أيضا أنه من داخل غزة بأن هناك الكثير من الأصوات التي تنادي بطرد حماس وبإيقاف الحملة التي تشنها حماس ضد إسرائيل. الحرب ستكون طويلة وباهظة، وهذا الشيء يعني نعرف هذا الشيء لا يخفى عن أحد، وحماس جهزت نفسها لذلك، ولكن حماس تكبدت الكثير من الخسائر. قادة حماس تعرف بشكل مطلق بأن نهايتها يعني باتت قريبة جدا، والكثير من الكتائب الحمساوية ومن القادة الحمساويين ومن قوة الصواريخ وقواعد الصواريخ دمرت بشكل شبه مطلق. هذا الشيء يعني مفروغ منه، يعني أنا أستطيع أن أقول لك يعني ما هو إلا عدة يعني أو بضع أشهر قليلة حتى ننتهي يعني من حماس تماما في غزة، مع أنه سقوط حماس كجيش يعني عسكري وليس كجيوب سيتم في الأيام القريبة، وهذا في اعتقادي وفي اعتقاد كل المحللين السياسيين في إسرائيل. إن سمحت لي ونحن نتحدث عن اليوم الذي يعني بعد حماس، هل تسمعيني؟ نعم أسمع. نعم، نحن نتحدث عن اليوم ما بعد حماس، يعني ولا نتحدث عن المواطنين وعلى الشارع الإسرائيلي اليوم. يعني وبعد أن يعني سمعت وقرأت في الإعلام الإسرائيلي، وبعد أن كان لي حديث مع باحث من جامعة تل أبيب، يعني كان هناك حديث من المواطنين الإسرائيليين إنه حتى يوم بعد حماس يعني الشارع الإسرائيلي لا يريد أن يتعايش مرة أخرى مع 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 الغزيين. يعني ونحن نعرف بأن الكثير من الغزيين يعني كانوا
يكسبون قوت يومهم ويسترزقون يعني شو المطلوب في غزة. لحظة سيد نائل، يعني إبادة يعني الغزاويين شو المطلوب؟ يعني تسمح لي، اليوم إسرائيل لم تتعلم من دروس الحليفة الأمريكية في أفغانستان 20 عام. هذا ليس إسرائيل، لأقلك لأنه لا تقدم البديل بطبيعة الحال، البديل السياسي. كل ما يحكى عن بدائل مدنية هي غير قابلة للتطبيق، وأنت تعرف أنه لا يمكن أن تجد إسرائيل في داخل غزة من سيتعاون معها بطبيعة الحال، وكلها يعني البعض يقول بأنه هذه أوهام. حتى توماس فريدمان في أحدى مقالاته الأخيرة قال إسرائيل انسحبوا من غزة واتركوا حماس لأنه البديل سيكون أسوأ بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل لا تريد من يتعاون معها، إسرائيل تريد أن تعيش في حدودها، إسرائيل تريد أن تعيش في أمان. ما مر في إسرائيل في 7 أكتوبر يعني لا يمكن لأي دولة أن تسمح بأن تمر به. هذه كارثة نكراء كانت، يعني ما فعلته حماس. لماذا بدأت أقول بأنه الشارع الإسرائيلي الآن لا يريد أن يتعايش مع الغزيين؟ هذا يعني ما أتت به حماس من جرائم للشعب الفلسطيني وللغزيين. يعني نعرف أن الغزيين كانوا يتلقون الخدمات الطبية في مستشفيات تل أبيب وفي مستشفيات مركز البلاد. الآن هناك أصوات من الإسرائيليين المواطنين يعني لا يريدون هذا التعاون. نعرف أن الكثير من العمال، آلاف من العمال كانوا يعملون في قرى ما رأيك بالتقارير الغربية الأمريكية التي تظهر في الصحف الأمريكية، التي تتحدث عنه أنه حماس قادرة على لملمة صفوفها، لديها القدرة، لديها المال على تجنيد المزيد من المقاتلين، بل حتى تزداد قوة، لأنه اليوم عندها سبب أيضا ليس فقط أيديولوجي وإنما قضية لاستكمال هذا المسار، وتقول أنه الوقت لا يصب في مصلحة الإسرائيليين. يعني الطير، يعني أعتقد بأنه أيام حماس ما هي يعني إلا قليلة، من ناحية عسكرية ومن ناحية سلطوية، من ناحية إيديولوجية وكفكرة. هذا بحاجة إلى تثقيف طويل، وبحاجة أن يعرف يعني كل غزي بأنه ما أتت به حماس إيديولوجيا إلى الغزيين هو فقط الجرائم والمآسي. فأنا عسكريا أعتقد بأنه حماس يعني حتى فترة طويلة سيكون خارج النطاق العسكري وخارج النطاق الحكم في غزة. هذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما يريده كل إنسان ومواطن إسرائيلي. وفي هذا الموضوع لا يوجد معارضة ولا يوجد ائتلاف في إسرائيل، فالكل يتفق على ضرورة إخراج حماس وعلى إنهاء حكم حماس. إسرائيل لا. وما الذي يضمن لإسرائيل عدم ظهور حماس جديدة؟ لأن الظروف لا تزال هي الاحتلال، الحصار، القضية، يعني كلها موجودة، إيران موجودة، ستقوم بإنشاء ليس حماس جديدة، حماسات. ما الذي يمنع؟ أول شيء يعني من كان يعارض أي مد يدعون أو أي اتفاق أو أي حديث عن تقارب بين إسرائيل والفلسطينيين هي حركة حماس. إذا كنا نتحدث عن سنة 93 وهي السنة التي كانت هناك اتفاقيات سلام بين الفلسطينيين وبين إسرائيل، قامت حماس بتفجيرات بكل قرية ومدينة في إسرائيل، قامت بعمليات دموية لكي توقف عملية السلام يعني، وحرضت الشارع الإسرائيلي أيضا في الداخل، ومما أدى إلى قتل رئيس الحكومة المرحوم إسحاق رابين. يعني هذه كلها إثباتات ووقائع. فاليوم ما ينبغي أن يفعله الشارع الفلسطيني هو أن يغير قادته التي لم تأتي بجديد للشارع الغزي ولا الفلسطيني، وأن تمد يد العون للتعايش مع إسرائيل. إسرائيل لم تتدخل. يا سيد نائل، كنت تقول منذ لحظات إنه الإسرائيليون لا يريدون التعايش مع الغزاويين، شو التصور اللي عندكم؟ أنا قلت أن هناك مواطن، أنا قلت لا جيد، وما قلت يعني مرة أخرى أفسره. اليوم بالذات كنت قد قرأت في الكثير وسمعت بوسائل الإعلام، وكان لي حديث قلت مع باحث من جامعة تل أبيب الذي يقول بأنه الناس في إسرائيل
لا يريدون بعد 7 أكتوبر التقارب أو التعايش من الغزيين، وفسرت ماذا أقصد، يعني لا تعاون طبي ولا بأن يعمل الغزيين عندهم. فهذه كوارث أجلبتها حماس على هؤلاء المساكين، هذه كوارث جلبتها حماس على من لا حول ولا قوة لهم، وهو الشارع الغزي أعتقد بأنه سينتفض ضد حركة طب ماذا عن الشارع الإسرائيلي؟ ما أنتم أيضا تعانون من انقسامات حادة وغير مسبوقة وتاريخية في داخل الشارع الإسرائيلي يا سيد نائل. لا يمكن مقارنة هذا بذاك. كيف لا يمكن؟ عندك موضوع الحريدي، موضوع أهالي الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس، الجيش أيضا مع نتنياهو والحكومة، اليمين ضد اليسار، كيف يعني لا يمكن المقارنة؟ أسوأ الوضع لديكم. لا يمكن المقارنة، إسرائيل دولة ديمقراطية ونحن نعيش الجو الديمقراطي منذ إقامة الدولة إلى اليوم، ويعني في إسرائيل يحق لكل إنسان ولكل فرد ولكل حزب أن يعلن رأيه حتى إن كان في المعارضة أو في الائتلاف، هذا لا يعني شيء. الجيش لا يتدخل في الأمور العسكرية، آسف، الجيش لا يتدخل في الأمور السياسية، الجيش ينفذ ما يريده القادة السياسيين في إسرائيل. يعني نحن لا نتحدث عن هذه الانقسامات السياسية، يعني شيء طبيعي في يعني معقل الديمقراطية مثل طبعا معقل الديمقراطية، حتى الشرطة تعتدي على المتظاهرين. نحن نتابع أيضا الأخبار في الوسط، في الأوساط الإسرائيلية، يعني في كل في كل مظاهرة في العالم يمكن أن يحدث بأن يكون رد فعل غير صحيح، أو يعني نحن لا نعرف إذا كان غير صحيح أو يعني لم أبحث بهذا الموضوع، ولكن في كل مظاهرة في العالم يحدث ما يحدث. ولكن في دول قليلة في العالم يستطيع الناس أن يتظاهروا لأي موضوع يعني يخصهم. في إسرائيل يتظاهرون على كل موضوع يحق للإسرائيلي التظاهر، وهذا هو مظهر من مظاهر الديمقراطية. يعني هذا ليس بجديد، وهذا ليس يعني الشيء خلق بعد الحرب. شكرا لنائل الزعبي من الناصرة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية.